السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل عشان نسجل اليوم فيديو جديد من المراجعات النهائية لصف رابع منهج بريدج تو سكسس، وكمان يفيد في منهج أكسس. معنا اليوم طالبة ضحى محمود كالعادة عشان تحل معنا التدريبات. السؤال الأول لضحى، I am playing football. طبعا احنا عارفين ان المضارع المستمر، او خلينا نقول الاول فيرب تو بي. فيرب تو بي يكون ام عبارة عن ام واز وار، ده هو فيرب تو بي في المضارع. لو اضفنا الى ام واز وار الفعل بنضيف لي اي ان جي، زاد الفعل زاد اي ان جي. اريد يا ضحى، ام بتاخد ايه من الضمائر I واز بتاخد؟ She, he, it, وار بتاخد؟ you, we, they. تمام جدا. إذا الإجابة الأولى هي زي ما قال ضحى I am. نمبر 2، She is playing computer games. تمام زي ما لسه قايلين من شوية إن إز بتاخد هي وشي وإت. أوكي نمبر 3، Don't give up. دونت جيف أب، وده من المصطلحات اللي إحنا قلناها لا تستسلم، دونت جيف أب. ننتبه للجمل اللي زي كده، ان نشوف الجمله الاخر وير يو جو يسترداي. يسترداي يعني ايه؟ يعني امس. أمس تمام تمام في كلمه يسترداي امس لازم ناخد الفعل المساعد في الماضي البسيط، تكون داز ولا ديد. دوز في الماضي البسيط بناخد ديد إت مش داز، لان داز بتيجي مع المضارع المضارع البسيط. خلينا نقول كده مع بعض، بناخد does مع الضمائر المفردة اللي هي he وشي وات، It. وبناخد do مع الضمائر الجمع، ضمائر الجمع أو فريق كبير زي ما بنسميه they we you و I. طبعا والاسماء الجمع، داز بتيجي مع الاسماء المفرده ودو بتيجي مع الاسماء الجمع. طيب ناخد، يبقى احنا كده هنختار ديد. ناخد السؤال اللي بعده، They are trying the box to the table. اوكي I am not good at hopping. good at بتاخد بعديها دايما الفعل الزائد اي ان جي. ليه عملنا دي الدبل بي هنا؟ لان قبل الاخير حرف متحرك، وفي الحاله دي من ضعف الحرف الاخير. تمام يا ضحى، عندي هنا امنا از ماي تيتشر، هناخد مع امنا مستر ولا ميسز؟ مسج اكيد هناخد معاها ميسز. تعالي اقول لك الباقيين، مع السيد. السيد كلمه مستر اصلا يعني ايه؟ سيد. يعني في ناس كتير بتستغرب انا ليه بيتقال عليا مستر، هي كده بتقال في الانجليش مستر يعني السيد، اما ميسز يعني السيده بس بيكون المتزوجه. اما ام اي اس اس للسيده الغير متزوجه او الفتاه. ولو انا مش عارف اللي امامي دي متزوجه او لا بقول عليها ميز ام اس. ناخد اللي بعده، احنا كنا درسنا فيرب تو بي في المضارع اللي هو ام واز وار، اما في الماضي واز اند وير، وهيكون واز بتاخد اي وهي وشي وات، وير بتاخد زي وي ويو من الضمائر. طيب انا عندي هنا زي اللي هو ضمير الجمع بياخد Where اوكي نمبر 9، my father's name is Ali. طيب احنا عندنا في رابطين من الروابط المفروض ان هم يكونوا في الامتحان اند وبات. ازاي اميز بينهم؟ اند لو يعني جملتين بيكملوا المعنى، اما بط لو جمله مثبته والثانيه منفيه، يعني جمله فيها نوت والثانيه لا. هنا ما عندي نوت في الجملتين، ففي الحاله دي اخد ايه؟ اند. And ماي فاذرز نيم علي اند هي واز هي هاز تو براذرز، باين ان هي فعلا محتاجه انها تاخد اند عشان نكمل المعنى. نمبر 10، the gaff tree is tree in the desert. طب انا عندي هنا tree in هو the desert. في مقارنه ما بين شجره الجاف ولكن داخل كل الصحراء،
لما يكون في مقارنة بين شيء واحد في مجموعة كبيرة بضع في الصفة اي اس تي، ولكن بحط قبل الصفة ذا وبعد الصفة اي اس تي لو كانت الصفة قصيرة. فاخد الإجابة هنا. The tallest. تمام جدا. ننتقل إلى السؤال اللي بعد كده، وسؤال مش مقرر علينا فنعمله سكيب. السؤال اللي مقرر علينا بالفعل هو لما يكون عندي 5 باراجرافات و5 عناوين، وهنوصل العنوان بالباراجراف. الأول اللي هنعمل إيه؟ هنقرأ أسماء الباراجرافات الأول، وبعدين نحط العنوان على كل باراجراف. اقرأ كده معايا ب Camels. الأيالة روتين، إيد الفطر، تراديشنز، أكامبينج تريب، مامالز. نبدأ بقى نقرأ في الباراجرافات وناخد نمبر 16. A mammal is an animal that has fur and teeth. Most mammals have four legs. One girl is drawing a bat. ونحطه بيتكلم على مامالز. Mammals. تمام، هنحط حرف الاف هنا في المربع. طبعا في الامتحان ممكن يكون توصيل، هنوصل بخط العنوان المناسب. نمبر 17. In Egypt, on the fairest day of Eid al-Fitr, people visit their families. They also go the parks. تمام، يبقى هنا بيتكلم الكلمة الأساسية اللي هي إيه؟ Eid al-Fitr. بيكلمنا عن عيد الفطر، يبقى ناخد لتر دي. نكتب هنا لتر دي، أو نوصل زي ما جيني في الامتحان هعمل 18. The Al-Ayala routine is part of the celebration يعني احتفال. celebration. There is a big drum and 3 small drums. اوكي، يبقى هنا بيتكلم على Al-Ayala routine. والآية الروتين هي لتر سي. بعدين اللي بعده Okay. We are very excited because we are going next weekend with our family to the desert for camping. يبقى الإجابة هي A camping trip. تمام لتر إي. طبعا واضح من الكلمات أصلا ممكن نلاقي كلمات متشابهة ما بين العنوان وما بين النص. بعدين Camel live in the desert. They carry people and thanks things across the desert. They eat a lot of food. هنا الإجابة هي Camel. letter B. يبقى نكتب هنا letter B أو هنوصل على حسب ما يجيني شكل السؤال. ننتقل إلى اختبار آخر. نمبر 1، القواعد الأول. Let's براكتس. هنا عندي فعل وهيجي وراه فعل تاني، ففي الحالة دي هنعمل إيه؟ هنحط speaking. اي ان جي في الفعل او سبيكينج. تمام، السؤال اللي بعد. What does your friend like? هنا فعل وفي فعل تاني هيجي وراه، فنحط في الفعل التاني Don't. اي ان جي. تمام، نمبر 3. What He is he is بدأ ام was were بنحط في الفعل climbing. تايم ان جي. اما بعد حرف الجر تو
انتبه لدي، انا لما اكون لايك بس بحط اي ان جي، انما لو جاب لي حرف جر 2 اي شيء بيجي بعد حرف جر 2 بياخد الفعل في المصدر. What does your friend like to do؟ to do. قلنا قلنا في التدريب الاول ان جود اد بياتي وراها الجيرند او الفعل زائد ذات. شو علي از جود اد Drawing. drawing، جود اد بيجي بعديها الفعل زائد اي ان جي. طيب هنا طيب. احنا اتفقنا ان بات بيجي جمله مثبته والتانيه منفيه، واند جملتين مثبتتين. انا عندي هنا في نفي، يبقى هاخد ايه؟ But رأي الجمله كده؟ I am good at running, but I am not good at skipping. تمام جدا. Do you go to school؟ Where do you go to school؟ ولا when do you go to school؟ ايه الانسب؟ Where طالما هو حاطط لي هنا اسم المكان، ما ينفعش ان انا اسال بوير، اسال بايه؟ when بوين. متى تذهب الى المدرسه؟ طيب هنا عندي الفاعل اللي في الاسم هنا في الجمله علي اند ابراهيم، مفرد ولا جمع؟ jump لازم نميز كده الفاعل مفرد ولا جمع. عرفنا هو جمع، هناخد ايه؟ مع are الجمع، بناخد ار مع الجمع. تمام. السؤال اللي بعده. They are going to visit their family after lunch. زي ما اتفقنا ان حرف الجر 2 بيجي وراءه الفعل في المصدر، يعني بدون اضافه ولا شيء. هي Is فعل يسترداي. yesterday. كلمه يسترداي قلنا ان هي من الكلمات الداله على ايه؟ على زمن الماضي، الماضي البسيط. يبقى ناخد از ولا واز؟ طالما ماضي يبقى ناخد ايه؟ ناخد واز طالما ماضي. سؤال الصور مش مكرر، هنروح على طول على سؤال الباراجرافات أو التوصيل. نقرأ الأول العناوين. My teddy bear talking about a pet making a project proud memory national day. تمام، نقرأ الباراجراف رقم 16 أو تكست 2. National Day is a celebrated in the UAE and in many other counters too. اوكي، يبقى العنوان المناسب هو What? العنوان المناسب هو، تعال نشوف كده هنا بيتكلم على ايه. اول شيء في National Day. ناشونال داي، هننزل تحت ندور هنلاقي كلمة ناشونال داي واللي هي ليتر جي، وهنكتب هنا ليتر جي. التكست 3 نقرأ. It's flying around at night, catching insects. Bats only fly at night, not in the day. اوكي، يبقى بيتكلم Bats. عن ايه؟ أبات. هندور على كلمة أبات اللي هي لتر دي. السؤال اللي بعده. The animals are making a project in the classroom and they are getting their pictures ready. Yeah, making a project. لتر لتر اي. تمام، اللي بعده The animals كان. can I have everyone everyone at national please parents you can with your until child the next photo photo no this one اوكي. يبقى هنا بيتكلم على ايه؟ ان هم ياخدوا photo لتر see سي تيكينج فوتوز. النص الاخير
When I was very young, I had a teddy bear. This name is Prono, and he only had one ear. One eye. يبقى بيتكلم على ايه؟ على My teddy bear. B. letter B. ناخد نموذج آخر وهنبدأ بالقواعد. طبعا القواعد مش هتجيني بالشكل ده في النهاية، القواعد هتجيني ده في قطعة ميز. قطعة ميز يعني قطعة كده فيها نقاط هنختار منها واحد من ثلاثة، وهتشمل الفوكابلري والقواعد مع بعض. بس احنا بنعمل مراجعة بشكل عام على قواعد. I am Alright. a happy 10 years. أجو، هنا في Go. كلمة أجو برضو من الكلمات اللي ما بشوفها بعرف إن الجملة دي في صيغة الماضي البسيط. الحالة دي هنختار I. I was. تمام، عشان في الماضي عندي في كلمات معينة أجو ولاست ويسترداي. يسترداي ولاست وأجو ثلاث كلمات أنا ما بشوفها بعرف الجملة في الزمن الماضي. أوكي، was it raining yesterday؟ أو no. طبعا لما بجاوب no it، طالما في no يبقى لازم تكون منفية فيها not. يبقى no it was ولا wasn't؟ Wasn't. مظبوط، wasn't. Were there any clouds in the sky؟ No، برضو نفس الشيء، هنا في no يبقى لازم يكون فيه not، يبقى no there. Orange. Very good. زي ما قلنا من شوية they can be last year، في ثلاث كلمات قلناهم خلينا نكتبهم جنب بعض. Yesterday ولاست واجو، ثلاث كلمات اول ما بشوفهم في الجمله اعرف ان الجمله دي ايه؟ ماضي بسيط. يعني مش هاخد صيغه المضارع، هاخد صيغه الماضي. يبقى جو ولا وينت؟ went قول وينت. My little brother walked when he was 6 months old. طبعا لما كان عنده 6 شهور يعني من زمان في الماضي، هناخد كانت ولا كودنت؟ current عشان كودنت هي الماضي بتاع كانت. Could she climb the tree؟ كمان نو، أول ما نشوف نو بنحط في الفعل المساعد إيه؟ نوت، current يبقى كودنت. طيب نقرأ الجملة ونميز المعنى وبعدين نختار. I Eat my sob because it was because it too was hot. too hot. يبقى كود ولا كودنت؟ I couldn't. قلت مش هيقدر يشرب الشوربة عشان هي حارة جدا. Summer is than، لما يكون في than يبقى في صيغة تفضيل بحط في الصفة ER، يبقى summer is Hotter. hotter than. لما الاقي than لازم يكون الصفة فيها ER. طب لو لقيت قبل الصفة the باخد most. My cousin Maha is the most beautiful. ليه بقى؟ لأن أنا لما بقارن ما بين شخص أو شيء في مجموعة كبيرة بحط قبل الصفة الطويلة اللي هي صفة beautiful، صفة طويلة مش قصيرة، أقول the most beautiful. إنما لو كان في مقارنة بين اتنين، لو قلت مثلا Maha is وقلت مثلا فاطمة، فأقول Maha is more beautiful than فاطمة. يبقى لما بكون بقارن بين اتنين باخد more، إنما لو بقارن بين واحد في مجموعة كبيرة يبقى most والصفة. طيب camels are amazing animals. camels هنا الجمع صح؟ هاخد معاها أي ضمير؟ it ولا they؟ They. هاخد معاها they. برافو عليك. ننتقل لأسئلة البراجراف. عندي هنا عناوين الأول هنقرأها مع بعض. Best to Dubai. Desert plants. The weather in the desert. An oryx proud memory. Camel's hump. تمام، أنا هاخد الباراجراف الأول. Our I teacher، have to. لا هذا محلول. Our teacher، Okay. Our teacher showed you how to make a basket using plum tree leaves. If it was a lot
of fun, and I felt very proud when she told the class that my basket was the best. هناخد اي عنوان. Proud memory. تمام، يبقى نكتب هنا الليتر اف. E. اف ولا اي ولا اف؟ اف. Oh, F. الليتر اف. انا اخد تكست 3. When I was 8 years old, my father took us to Dubai. It was great fun. We could go up the stairs towards Al Arab, and we went to some really وول شوبينج. cool shopping center. يبقى هنا هتكون عبارة عن ايه؟ A visit to Dubai. زيارة دبي. يبقى ليتر، هنكتب ليتر دي. اوكي. Many desserts are hot during the day, but cold at night, for example, For example, the temperature. the temperature in the day can be over 40.40 degrees Celsius. Celsius. That is very hot. At night, the temperature can be close to 5 degrees. That's much cold. كولر. يبقى بيتكلم على the weather، The weather in the desert. ولا هي letter D. اوكي، السؤال اللي بعده. It is difficult for plants to grow in the desert because the desert is very dry, but some plants grow there. الإجابة هي Desert plants. ميزر بلانتس، وهي لتر C. اوكي. The food is stored as fat in the hump on the camel's back. As the camel crosses the desert, it uses the fat in its hump as food and water. الإجابة هي Camel's hump. لتر جي. نكمل القواعد، يلا. My aunt is the personal no. هنا طالما في ذا، قلنا لو صفة يسبقها ذا لازم نحط في الصفة إيه؟ EST. تمام، يبقى ذا فانيست بيرسون اي. Funniest. اوكي. I think that scorpions are the animal in my country. في التدريب السابق قلنا لما الصفة تكون طويلة ويسبقها ذا بنضعف الصفة قبل الصفة. Most dangerous. تمام، بنحط قبل الصفة most. ذا most. كمان واحدة فيها ذا How cool. is the tallest child in your class?
تمام. كمان ذا لما تطبق الصفة نحط لها اسم. هنا زي ما اتفقنا ننتبه للكلمات اللي هنا yesterday I felt. عشان في زمن الماضي فخدنا فل. كمان في كلمة last ننتبه كويس جدا الكلمات دي they Went. went عشان هي في زمن الماضي البسيط they went camping last week. اوكي if you If you stay in bed today, you will feel better. ويل تمام. ويل بيجي بعديها التصريف الاول للفعل. اوكي هنا اف اف بيجي وراها المضارع البسيط يبقى اف If اي I have time, I will go to the park. اوكي ات Be a horse. Horse. It has five legs. في هنا خمس رجلين It يبقى كان can be ولا a كان horse. كمان يبقى كانت مش كان طبعا مش حصان عنده خمس أرجل. أوكي Find three clothes. Color blue. color color هنا في 3 يعني جمع يبقى ناخد ايه them ده تمام. Ahmed likes football. I like it too. I like it to any two فيهم واللي معناها ايضا It. بي معناها ايضا سؤال قلنا ده خلاص مش هينفع فهناخد اللي بعده نقرأ العناوين. Why do animal camouflage cube الإجابة pin كيوب وبينتو أو بينتوز لاتر سنيكس ستيك انسكت انسكتس وتشينجينج كولرز. خلينا نقرأ الباراجراف تكست 2. you can pick up the shell. It has a tongue, A top, a bottom. a bottom and four sides. It is like a box. ايه الشكل اللي بيكون شبه البوكس هو؟ كيف كيوب اللي هو كيوب لتر سي. There are سي هنا سوري هنا اللي بعده there are 24 kinds of rattlesnakes. rattlesnake and each حرب kind looks different. Some are green, other are brown or black. نتكلم عن Rattlesnakes. وهي لتر اي. One, two is a name for a horse with a Special special problem. color. White. White with brown spots or pockets. طيب يبقى نختار الإجابة. Camouflage. كاموفلاش أو changing Changing colors. اللي هي ليتر جي. تمام اللي بعد Animals use camouflage to hide and stay safe. Why do animals camouflage? letter B P. letter B
اللي بعد. during the warm months and Arctic Fox. Arctic fox has brown fur when the cold weather begins. The Arctic fox grows a coat of white fur. هذا changing color يعني اللي هو letter G، بس احنا كده كنا مختارين G قبل كده، تمام. يبقى عندي كده بينتو، احنا خدنا بينتو المفروض ان هي تبقى ايه، بينتو letter B. طبعا هنغيرها لليتر sorry letter بينتو letter D. كده نكون وصلنا لنهاية الشرح، شرح هذا الفيديو. شكرا، هو محلول دي. اوكي تمام، شرح فيديو. شكرا يا ضحى، مع السلامة، سيب.